السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، كيف حالكم؟ مساكم طيبين مبسوطين مستانسين. أخوكم ركان وقناتكم جيمز بن هنتر اللي جاكم حلقة جديدة جيم بلاي جديد من لعبة تاتل وور روم 2 الاستراتيجية إضافة غضب سبارتا. نقول بسم الله تكون على الله الحلقة قوة إلا بالله. الحلقة رقم 21. نكمل آخر التطورات والتحركات اللي صارت. أعزائي المشاهدين، أصبحنا إمبراطورية أو مملكة، لأن سبارتا مملكة، فأصبحنا مملكة إسبرطية ضخمة جدا جدا جدا. فجاء الوقت اننا ايش نبلع ما تبقى من الغريق. طبعا فارس دوره في القصه او في القصه هذه انه انا قد ضربتهم وتحاربت معاهم من قبل، جلدتهم، وسوينا هذا الشيء في الحلقه في السلسله القديمه للقناه القديمه، يعني قناتي هذه، بس اول ما فتحتها في 2013 تقريبا. انا فتحتها في 2011، ففي 2013 او في 2012 سويت سلسله روما 2 ونحذف طبعا بعدين القناه. فاللي كانوا يتابعوني في القناه القديمه يذكرون كيف كانت القصه، هذيك القصه الاولى. هذا التاريخ الان بعد ما دحرنا الفرس طردناهم، قاعدين نبلع أثنا مرة ثانية، ولكن في أسماء لدول إغريقية جديدة ما كانت موجودة أو ما هي موجودة بالقصة الأساسية القديمة تبع سبارتا. ما كان في إلا إبروس وأثنا وسبارتا. فالآن عندنا كذا شعب إغريقي كلهم دعسناهم وباقي منهم شيء بسيط. في شعوب بربرية مثل أكاين ليج، في شعوب الفرس طبعا هم أقوى شيء إلى الآن، بعدي أنا أتوقع أقوى شيء الفرس. الفرس طبعا دورهم ما خلص، يعني هم دحرناهم لكن لا زال عندهم قوة إلى الآن. لي فترة من يوم بدأت تختيم ما احتكيت فيهم. دخلت أراضيهم عن طريق هذه المدينة ليون، بس هذه طبعا ما كانت تبعهم، كانت تابع اليونيون ليج. فالفكرة أنه الفرس الآن دورهم المراقبة ويشوفون من هذا الإغريقي اللي يطلع سيطر على الوضع، يدعسونه أو يحاولون يدعسونه أو يحاربونه. فهم طبعا يخسون لأن أنا الآن قوي بشكل غير طبيعي، حتى الآن لو أعلنوا ضد الحرب ما راح يقدرون يسوون إيش. الفكرة وش هي؟ أنه مسوين فيها هم الإيش اللي مسيطرين على الوضع. دائما الفرس عندهم هذه النظرة، ونظرتهم لأوروبا كانت نظرة الإغريق، فكانوا يهمهم أن الإغريق يكونون متساويين في القوة. اللي يجي كذا يظهر فجأة يجاردون معاه لمجرد المجالدة. يعني عمر الفرس ما كان عندهم هدف في حروبهم نهائيا، ما في أي هدف، مجرد هياط، وتاريخهم كله حروب ومشاكل على غير سنة. يعني ما أدري إيش الفائدة من حروبهم صراحة. فلما تجي وتشوف قصص الفرس بشكل عام من أيام ما بدوا إلى لين جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء الإسلام، ما لهم أي هدف. يعني كانوا مجرد، يعني كانوا قوة عسكرية وخبرة عسكرية قوية، ولكن هدف، هل في هدف للحرب اللي يزونها؟ لا، ما كان في هدف. ممكن يجي واحد يقول إلا يقدسون الآلهة حقتهم، هم يعبدون النار مجوس. قال له والله ما أدري صراحة، ممكن تكون فعلا هذا شيء صحيح، I don't know. anyway نكمل التورن هذا، دور هذا، لأنه ما سوينا كل شيء في الدور. فخلنا نطور الأمور ونضبط الوضع، نطور الأسطول البحري أكثر وأكثر. أتأكد طبعا هنا نحط خادم، لأنه هذا الجنرال ما عنده زوجة، ولكن أغلب الجنرالات عندهم خدم، فالخادم يكون عنده مهارة مفيدة، مثلا زائد 5% درع لكل الوحدات، هذه بتكون مفيدة. طبق إن شاء الله تورن. أوكي. طبعا نتأكد أنه كل الجيوش تحركت. طبعا الجيش هذا اللي عند سبارتا ثابت، ما صار أي شيء. مهم جدا في تحركاتنا أعزائي المشاهدين نراعي أنه السمعة ما تطيح، يعني ما نبي نسوي أي خيانة، ما نبي نسوي أي شيء يأثر على السمعة، ما نبي ندخل وندرع في حروب مع أطراف زيادة، لأنه أنتم زي ما شايفين الحلقة اللي راحت دخلنا في حرب ضد كورنثوس، والآن هدفنا أننا نستعبد ندمر كورنثوس من الخريطة. وأنا أفضل طبعا تدمير، أنا أفضل تدمير لأن الاستعباد حلو. وعلى فكرة عندي مهمة على الاستعباد، إذا ما تدرون عندي مهمة، في مهمة على فكرة. عاد اسألني وقول لي كيف أقدر أرجع للمهمة ووريك إياها، والله ما أدري كيف أقدر أرجع للمهمة. ولكن أنا أذكر الحلقة اللي راحت كان في تور وراني إنه والله في مهمة. إيه هنا أتوقع أوريك الأوبجكتيفز. نعم إيه يقول لك subjugate 7 different factions by making them، سيطر على 7 دول مختلفة عن طريق انك تخليهم كلان ستيت او انك تدمر اخر مدينة له. اوكي طيب معناته موح ما يحتاج. بيعطيني 10,000، انا الان سيطر على 6 دول، يعني دمرت 6 دول، باقي واحدة فهي كرنت. بيعطيني 10,000، يا سلام، جاهزة بطلة صراحة. يقول hold 3 settlements including the following، بيعطيني 6,000. اثنى سيطر على اثنى بيعطيك 6,000. وفي مهمة اضافية برضو، هذه كلها مهمات اضافية يعني ما هي اجبارية، مهمات اختيارية. maintain trade with four factions، هذه خلصتها.
اني اسوي تجاره مع خمسه مع سته شعوب مع اربع شعوب عندي مع سته. فودي اخذ اثنا بس اثنا ما اخذتها ما راح اقدر اخذها لاني احارب منص وهذا شيء جنوني حاليا. فمع نفس ام 6000 لكن هذه 10000 حلو. فهذه الفكره عزام شديد. طبعا بالنسبه لهدف التختيم الاساسي اكيد شوف هذه طبعا اكتف ميشنز هذه مهمات ثانيه بعد ترم تنتهي كابتشر ذا فالونج سيتلمنت دودونا. وين دودونا؟ دودونا هذه حقه ثراسن ليك اذا ما خاب ظني. وين دودونا؟ اي هذه بيعطيني عليها 500 معنا. طبعا دفيت ذا فالونج ارمن باتل ذا وينج اوف بيجاس رودوس يبغاني ادمر جيش خلال 5 ترنات ويعطيني 500. فاذا خلال 5 ترنات ما دمرته ما راح يصير اي شيء. ذا وينج اوف بيجاس طلع فوق دخل في المدينه دي فرودوس برضه مهم ان يدمرهم. عموما مع نفسهم مهم اضطر ننهي التور. طبعا احنا ماشيين هذه على مهارات الجيش العسكريه المهارات الدبلوماسيه او العلاقات الدبلوماسيه ابو كلب. ننهي التور نتاكد طبعا الوضع في الاسره المالكه انه تمام. نسوي هذا طبعا مجروح نسوي له سيكر بروموشن. سيكر بروموشن يعني توسط له في الاسره الملكيه وفي الاسره كلها بشكل عام نرفع سمعته. طبعا قل الدخل شوي او الفلوس الموجوده لانه السيكر بروموشن يبغى له فلوس. انيويز السعاده في المدن قبل ما ننهي التور يعني شوي طايحه عندنا 1900. طيب خلينا نرفع المركز الرئيسي حق هذا المكان ب 1500 نستفيد من فلوس. اوكي ننهي التور نعزم شديد ونلعب حذر شديد جدا لانه في اي لحظه توقعوا انه يصير اي خيانه من الفرس. طبعا عندنا اتوقع كورنثوس حاصر احد المدن التابعه لي بجيش صغير. انا مهمتي الان يقضي على كورنثوس باسرع وقت ممكن. طبعا ما احب كلان ستيت انا ما احب كلان ستيت يعني كلان ستيت اوكي ممكن يرفع الدخل بس انا ما احبه يعني مع نفس ام الدخل. ليش ما احب كلان ستيت يا اخي؟ يحدك في اللعب. لا احد يسالني شلون يحدك وذا ممكن بين لحظه يخونك الكلان ستيت فانت يقضي عليه من اول مره وخلاص يعني ما له داعي انك ايش تستعبده مشوار يا اخي انا اخذ المدن كلها بنفسي وارفع الدخل انا بنفسي وخلاص. لانه في نفس السلسلة ذي جربنا واستعبدنا ثراسن ليج وشفت ايش صار. خاني وبعدين جاء ابروس واستعبده. فعلا حاصر كورنثوس احد المدن التابعة لي. في احد الجنرالات او الاعداء عفوا احد الجواسيس حاول يضرب احد الابطال وانجرح. العاب الاولمبية طبعا ما عندي فلوس حاليا ما راح اسوي اي شيء نفسهم. هذا طبعا خمس وحدات ابو كلب. ابروس جايب جيش او توه مجلود بجيش. انا هنا قاعد اطلع جنود من زمان. التور الجاي ان شاء الله بيكونون جاهزين فبنهجم ونجلد ام المدن هذه او نطير المدن هذه حقت كورنثوس واحده ورا الثانيه. اي جي طبعا ما فيها حراس شيء مو بسيط ما راح يقدرون يخشون ذولا. طبعا سوينا مشكله هنا الناس مبسوطين هنا. اوكي فيعني دخل شويه في الارض نشوف الجاسوس هذا. اي نبي نجيبه هنا من اول احنا من الصبح نبغاه يجي على المدن هذه. الان هنا تحركاتنا نبغى تكون حذره. هذا مدينه ما اخذناها بس ناخذها. اتوقع الشعب هذا تدمر ولا اليونيون ليج. اوه لسه باقي له مدينه. اوكي باقي له جيش عفوا. اوكي نو بروبلم. وين؟ والله بعيد صراحه مع نفس امه. طبعا هنا عندنا السفن. لا يروح تكفى لا يروح. اذا طارد امه انا الحين طيب والله صراحه لازم اطارد عشان اقضي على اثنا. اوكي هذا بنخليه هنا يرفع الوضع ونبغاه يطلع جنود زياده. هذا جنود حلوه دخلها معقول يعني هي تكلفتها غاليه لكن دخلها من انها تاخذ من الدخل شيء بسيط 84 وحلوه ممتع صراحه اللعب فيها مره بطل. بدنا نطلع الا واحد بس. اوكي عموما الجيش هذا خبير. اوه في هنا برضو سفينه تبعه. اوكي انا خايف اطلع السفينه ذي من المدينه ويتاثر يجي هذا هنا مثلا وياخذ المدينه ذي. فنبغى الجيوش ذي بسرعه توصل. زي ما تشوفون نبغى الجيش هذا بسرعه يجي هنا. اوكي في جنرال هنا وفي جنرال جاي مارش هنا وفي جنرال ثالث بعد جاي مارش هنا. تحركات فارس واضحة تحركات عدائية. مش هذا ريسورس الكوير. اخذنا الزيتون. الانصار المفروض يرتفع الدخل. ممتاز لا زال عندنا تحركات كثيرة صراحة. اوكي الجاسوس ذا نبغى يجي عند الاكاين ليك نشوف ايش عندهم. حلوين الاسطول ذا ادمج امه عشان يرتفع الدخل وطلع وما مدينا خلاص خلنا مدمجين. هذا الحال وهذا الحال. طيب اليونيون ليج داخل في حرب مع ارقس. اوكي اذا نحط علامه على الجيش حقهم. طيب اهم شيء طيرنا مدينتهم. كان بدينا استعبدهم بس ما استعبدهم دمرت. المفروض يجيني فلوس المفروض اني خلصت المهمه دي. المفروض يجيني فلوس هذه صارت سبعه الحين. المفروض تونا جاي يعطيني 10000 عمله نقديه المفروض. اوكي هذا مارتش المدينه هذه لا ياخذها ميلوس. عموما الجيش هذا رايح على كاين ليج ما راح يسوي شيء
كبرت. الجيش ذا ليش قليل عدد الجيش؟ طيب هذا بالنسبة للمنطقة هذه تحركاتنا بتكون عادية. كالجيش ذا خلصت كي لسه الترن الجاي. طيب ايش باقي؟ إلس ايش وضعكم؟ نودنا نخلي ميلتري الاينس مع إلس لكن ما في رغبة صراحة، فنبي نضبط امورنا اكثر واكثر. في انخفاض في السعادة في مناطق كثيرة. ما انا ننهي التورن ذا، اثنى خلي يروح. ما الله ما ادري طارده ولا ما اتوقع اني بطارده صراحه. طز في كورنثس يبغى سلام ومستعد يعطيني 8400 عمله نقديه. طبعا لو سويت معاه سلام ما راح يسلم برضه، يعني انه يعني لا زال في يعني كثير ناس قاعدين يحاربوه. ف هذه المرحلة من جد ما استفيد منها شيء بالفلوس، يعني لأنه ممكن أسوي معاه سلام بعد ما أدمر المدن اللي هنا الثلاثة ذي. أوكي، لأن هذا المدن اللي هنا لازم أخذها، فما أبغى أسوي سلام حاليا. بطير مدن زيادة، بفتك منهم الجهة ذيك، أما المنطقة ذيك عشان أقدر أجيب الجيش اللي هناك اللي ما منه فائدة. بعدين ممكن نشوف الوضع شلون. مؤقتا كورنثس ما يهمني ايش يسوي. حيندعس يعني حيندعس. عنده اساطيل بحرية اتوقع. ارقص انسحب جاء هنا. اليس ايبروس اوكي كويس. اليون الليج ما راح بعيد، قرب مني اكثر. الفرس الإمبراطورية الفارسية اوكي قاعد يوزع الجيوش يمين يسار. اوكي جاب جيش هنا، وين رايح؟ مدري والله. رودوس ثراسل ليج او ثيسالين ليج. اوكي ثيسالين ليج مدد الجيش حلو كويس. خلصت المهمة دي. كان بين كابتشن بونس اوبجيكتيف 1 2 بدينا اكملها مرة ثانية واخذ 15000. انا اعطاني فلوس صار عندي 16000. انبه. طيب يقول سيطر على 10 مناطق اما عن طريق تدميرها عفوا سيطر عليها او انك تسوي معاهم تحالف صديقة او كلان ستيت وتعطيك 19000. انا كم منطقة عندي؟ اوه سالب 4 ببلك اوردر عشاني ما سويت شيء، عشاني ما دعمت الالعاب الاولمبية ما كان عندي فلوس. طيب قاعدين يهاجموني بتاع. طبعا اخذت مدينه محرمه بيكرهوني الاكاين ليج والبوشن ليج. البوشن ليج دمرته والاكاين اللي هم هذولا ما في الا مدينه واحده واليونن دمرتهم الحين، والدوريانز اللي هم الثيسالين ليج بيكرهون. معنى امشي اخذ المدينه ارفع الدخل يا صاحبي وافتح المنطقه هذه اني اقدر اتمشى فيها على كيفي. طبعا هذه كلها صارت تبعي، نقدر نجي نجيب الجيش ذا هنا. مهاجم الجيش هذا اتوقع سمموه شيء زي كذا. نجيب الجواسيس او الجاسوس المنطقه ذي نحاول نخليه يسمم الجيوش اللي هنا. والله تصميمه قوي مرة، فبخليه يسمم لين يوصل. انا اوصل جيشي اجلدهم. الجيش هذا حق الثسالي اللي اتوقع جاي بينقذ هذه المدينة اللي اصلا قاعدة تموت خلقه. هذا الجيش ما ادري اذا يوصل ولا ما يوصل. 18 وحدة وفيها خبرة ومعاها بطل يعني قابل للتطور، فبناخذ كريندس. هنا قاعد يطلع جنود زيادة مو مشكلة هناخذها. إبروس قاعد يحوس هنا تمام. طيب عموما هنا ما راح اطور شيء عشان لا ياخذ المدينة دي. نحاول نرفع الدخل في المناطق اعزائي المشاهدين. هنا مش عندنا، ما عندنا الا ذي ابني امها. كمل نقرا تقارير يقول لك انه في سعادة في المنطقة دي. ناس في يونيا زعلانين شوي. اوكي هذه السفينة اللي كنت خايف منها، هذا اسطول بحري. قاعد يسوي ريدنج. وقفنا الريدنج، اهم شيء وقفنا الريدنج خلينا ينقلع شوي بعيد. يهمني طبعا اني اطور الاسطول هذا اكثر واكثر. لا اربع لا اوكي. بعد ترنين بيطلع شغل مبزوط مزبوط. اوكي what do we have. رودس انا صراحة خلاص ما ودي احارب صراحة، بس يعني بشرط معين يعني انه مثلا join war against. لازم اجلد زيادة عشان يرك هذه السفينتين ما تسوي شيء. هنا انا طبعا جايب اسطول بحري هنا ما عليه خوف. هذا اسطول مهم جدا، مو اسطول بحري هذا جيش عفو. مع الجيش هذا البطل يا سلام بيطلع شغل عدل. طور الجيش ذا اكثر. ترنين لا يا عمي لا ما نبي نطول هنا. طيب الباب الكارد هنا زفت شوي، خلينا نطور. لا هذا بيأثر على باب الكارد اذا طورناه. خلينا نطور هذا يرفع باب الكاردر، يأثر على الفود لكن احنا عندنا 200 فود في نبرب. قاعدين نحكم السيطرة في المنطقة
المنطقة ذي عندنا اسطول بحري بطل هنا، بس احنا على اساس كنا بنخليه بيلاحق المنطقة هذه. نونيد خليه يجي مارش ويجلد ام هذا السفينة حقت اثنا. اوكي المنطقة كبيرة اعزائي المشاهدين، واسعة مترامية الاطراف، الشيء اللي صعب العملية علي اني اخلصها. لا ننسى برضه هذا الشعب لان قاعد اسمع تجارة، ولكنه ابو كلب شوي قاعد ادخل منه فلوس حلوة، بس شكله مليان بالخيانة. هذه مدينتين فاضية ما في، ممتاز. اوكي اوكي الجاسوس هذا نبغاه هنا. اوكي تعال يا جاسوس، ما بدك تدخل في الارض هذه. انا ابغاه يجي هنا يساعد الحكيم. anyway he will need some time. what about this guy؟ هذا برضه تعال هنا، خلنا نهاجم عليهم بالجاسوس، نجننهم بالجاسوس. اوكي هذا قرب، هذا قرب. اوكي ممتاز جدا جدا. طبعا الجيش هذا البسبارتا خطة مستقبلية، خليه طالع الان، هو اللي حيدمر لنا إليس في المستقبل. الان نبي نشوف وش وضع إليس. لحظة وش ذا، ليش كذا كلهم زعلانين مني؟ عشان اخذت الكمافع زعلان مني، اغلبهم زعلانين حتى ارقس عشان اخذت المدينه المحرمه. الوحيد اللي مبسوط هو ابرس، باقيين كلهم زعلانين لاني اخذت المدينه المحرمه دي. معناه اليس الحين صار انفلنت كي، تقريبا خريطته كلها زعلانه، حتى ميلوس في قلبه حتصير. انا اتوقع اي شيء سيء ممكن يصير حيصير، فانا ما علي، انا استغل فلوس اللي عندي اطور الوضع هنا، نبني مزرعه. اوكي هنا طبعا سالة زائد 7، بنشوف ايش الشيء اللي ممكن يضبط امورنا. هذا لو طورناه حيصير عندنا 200 ايرون جروث، دخل زيادة في المنطقة هذه. اوكي مش بعد عندنا الوضع زف. يونيا هذه مستوى الثالث، هولي شيت خلاص يونيا ما يحتاج شيء. هذه اسمها ما ادري شي بذي المدينة، والله اسم غبي. طيب تعال هنا. هذه برضه بابلك اوردر زف، احس ثلاثة مباني صفرة ليه، بس هذا حلو يعطي بابلك اوردر ويلث من الدع من 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 السعادة والانشطة الترفيهية. وحدة دي مهمة او الخيالة مهمة. اوه اخيرا صار مدينة يطلع هيبيوس، يا ربيه هذه خيالة اللي الكلام. خذ ثلاث ترنات يا عم، مو مشكلة مش يطلع هيبيوس، لانه هنا عندنا الاسطبل المستوى الثالث، صار مدينة يطلع الهيبيوس. يا ربيه رجل لحظة طلع اثنين. تندريرن دندن الهيبيوس رهيبين، وفض من زمان اطلعهم انا، بس اني ساحب الام ام. اوكي يسوون شغل بطل ان شاء الله. تين واحد بس والله قليل، بس اقوياء. شوف الارمر 66 مورال، يا الهي. ولا ميلوس خلاص يرحم امك. اوكي اوكي نسوي سيكر بروموشن. اوه 4200 700 شيت. طيب اتوقع على هذا الوقت انه ننهي التورن بعد ما اخذت كورنثوس. باقي مدن اكثر، اقصد العاصمه كورنثوس، باقي ثلاث مدن كورنثوس اللي هي هذه. فلا زال كورنثوس يعني ما يبغى يرضخ، ممكن اخليه كلاين ستيت في اي لحظه. ما بنشوف عاد، لأنه بيفيدني يعني، بشوف عاد. ممكن أخليه كلاين ستيت عشان يزيد الدخل أكثر وأكثر، يصير أقدر أواجه الفرص وأقدر أواجه كل شيء. لأنه على الدخل هذا لو جاء الشتاء بنتقربي. رودس الآن يبغى سلام، ممتاز. جيب فلوس ولا سوي تريد ولا ماي كلاين ستيت ريأكسس. ما يبغى يستسلم بسهولة، بقوة شوي، لا يبغى يستسلم بسهولة. فبطير له مدينتين ثلاثة يمكن يا سلام 19000 حلو، عشان سيطرت على مناطق زيادة. مهم يقول لك سيطر على 14 فاكشن، 14 او دمر 14 دولة. اربع بابلك اوردر مدة تور واحد، يا سلام احتفالية. هذا البطل اوه فيها 350 ذهب من المايننج، واخيرا وحدت المنطقة ذي. اوه هذي من اول متوحدة. طور امها، حط منجم هنا. اوه خلنا نصلح المكان ده، زيت والله عنده هنا. اوكي طلع 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 خيالة، خلنا نجلد ام كرنثس الحين بيجيب البر ولا كيف؟ خلاص صار كلاين ستيت، وخر عشان ما بخسر المدينة ذي، استعبدته. لا ايش في سبارتن يوث؟ استعبدت ارتفع الدخل، خلاص استعبدت كورنثوس، افضل طريق لحل سريع للاستفادة من الجيوش اللي عندي.
أروح أم المبنى تورون. طبعا أي أحد كان في حرب معاه الآن حيوقف، بس برضه لازم الناس يكرهوني كلهم تقريبا لمجرد إني أخذت مدينة محرمة. ناس مبسوطين تريد تروب. أوكي بعد ما أخذت مدينة استعبتهم، قللت قوتهم شوي. هذول تقول لي ما يبون يسسمون، ما يبون يجيبون البر، نو بروبلم، نجلد أمهم. أسطول البحر ذا قاعدين نضبط المنطقة هنا. طيب أوكي أوكي تمام حلوين. أوكي شو عندنا؟ هذا وش وضع الجيش ذا؟ حلو نلحق. سبنا خبرة، زيد مسافة المشي. اوكي هذا مش هذا اسطول البحر، هذا برضه اسطول البحر. من الوضع كيف نوقف هنا شوي، بنطلع جنود زيادة عزيزي مشاهدين، استغل الوضع نطلع خياله. اي والله السوجرينج سقط لي تجنيد ما في زيه. ايه هذا اللي كنت ابغاه انا. خلي الجيش ذا جنوني، ما يبون يجيبون البر نجيبهم البر. اوكي هذا الاسطول البحري والله صراحة خلي يجي هنا. يا سلام ارفع ام الببلك اوردر، لان هذه منطقة الحالة، فانا بنرفع ببلك اوردر. طبعا خلي مهيلون هذا والله ببا ولا اهي. اوكي تونا جاي سنة 17، اذا هذولا نطير ردس بكبره، ما يبون يستسلمون ويجيبون فلوس، نطير ردس بكبره. اوكي ليونيا ليك طبعا لازال عايش بالسفينه ذي، قاعد يموت ما له اي مدينه. اثنا برضه لازالت عايشه بالمدينه بالهذا. اوكي فممكن قاعد يسوي ريدنج، بكل بساطه نطلع فورس فليت نخليه يجلد ام ذا. اوكي نعطيه مهاره كذا، نعطيه طنق طنق. ايه طيب مو مشكلة، نطلع جنرال يجلد امه بسيط، ان شاء الله يقدر يجلدهم. بس طبعا مثل ما قلت لكم الناس كلهم لا زالوا يكرهونه. اوكي هذول الان بنخليهم يخشون، نخليهم يجلدون ام رودس. اوكي هذول كملوا تصميمكم. سوري وين اصرفها سوري؟ يعني ناوي اجلد ام الاكان ليك. طبعا اليس متحالفين مع، لو خلي ارقص بس يفك من اليس. ديفنسيف الاينس بريك ديفنسيف الاينس وذا كان، بناخذ المنطقه هذه تدري. تعال طلع جنود من هنا، والله مكان جبار حلو ممتاز. مش باقي جيش ذا؟ والله الجيش ذا ما ادري شلون حركه. مكان ليك زعلان مسوي قروش، مسوي زعلان وجهه طير امه. كله مكروني عشان مدينه محرم. هذا ما وقف الريتنج، ليش ما وقف الريتنج ذا؟ صار 20% قاعد ياخذ مني. والله لجلد امه ترى الزبده. التور الجاي اذا ما وقف باجلد ام. يلا شكلي بجلده، بس خلينا نجيب الجنرال اجلد ابوه. تعال جاي وقف هنا، هذا ما راح يجيب البر. والله لا اجلد ابوه، خلينا نشوف ايش بيسوي التور الجاي. شيخ لا اجلد ابوه. هذا عنده مهارات الجيش، ما ابغى ابدا ضد بحرب. الحين بديت ضد بحرب حتشقر. خلينا نشوف ايش يسوي، هو يعتبر هستايل. هذا جاي مارش. اوه جاء ادميرال جديد، هذا من الاسره الملكيه. وش عندنا بعد؟ هذه منطقه جديده، وهنا زعلانين. كالكس ليش؟ عشان الريدنج، هذا العلق يسوي ريدنج. اوه ما عليه بنضبط الوضع ان شاء الله. تمام ننهي التور ان شاء الله، الله يستر لا يصير شيء من هنا ولا من هنا، لانه بعد استعباد الكرينثس ما ابغى اخش في حرب جديده مع كاين ومدري ايش. أرقص يقول لي خش حرب ضد الثيساليان ليج، تحالف مع كورنثوس وتحالف مع كاين وتحالف مع كل شيء. طبعا لو خشيت ضد الثيساليان ليج حينبسطون كلهم، بس حخسر إبرس لأنه إبرس ما يبغى هذا الشيء يصير. أبسأل منه إذا هو بيفك الثيساليان ليج، ما أتوقع. يونيون ليج لازال عايش، جاي ميلوس جاب الجيش حقه. اوكي هذا الجيش انسحب هجد، وقفت الجيش حقي بوجهه، قلت شفت انسحب ولا بجلد ابوه. فارس قاعدة تمشي بحذر، شوف المدن كلها تطيح قدامه، باقي رودس بس بجلد ابوه. اوكي جاب الجيوش هنا ما يبي يستسلم. حلو فيجن فورس. سلام بين كريدس وملث. اوكي بدأت الحرب حقت الفرس، بدو دخلوا الاراضي حقي. اوكي بياخذون هذه. اوكي حلو، الفرس بدأوا عزام شديد واعلنوا الحرب زي ما كنت متوقع. زي ما شايفين حرب ضد بيرشن امباير. اوكي جت بدري مره ذي مع الشتاء بعد يا حبيب قلب. اوكي نو بروبلم نو بروبلم، مو مشكله نوصل ذا. اوكي بقينا تورنين عشان يجهز ارقص، بنطير ساموس. اوكي هذا الجيش قاعد يريح هنا، طول ذا برضه قاعد يريح. جبنا لكم الجاسوس.
جرح. شفت الجواسيس نذبح فيهم احد؟ ما بدنا نذبح احد. اوكي خلهم نو بروبلم. يبغونها كذا. تبغونا كذا ما عندي مشكلة، أجلدكم جلد. طور أم المركز الرئيسي، ضبط الأمور. أوكي يبغونا كذا حرب ما عندنا مشكلة. طبعا فارس بدت الحرب، يبغانا نكون حذرين. تحركات، هذا اسطول بحري، هذا برضه اسطول بحري. الهدف الآن أن نطور الأساطيل هذه. طور الأساطيل نو بروبلم. مينوس هجد توقع. هذا خبر الجنرال. هذا الجنرال طبعا اسطول بحري جديد. ما ادري والله، يبغانا نضبط امه شوي. تي تشانسز مورال ولا لكل الوحدات. ميني ديفنس، تعال هنا ضبط الامور. خلينا نشوف علاقتنا الان كيف ماشيه مع ارغوس. تحسنت العلاقه شوي. حلوين. ارغوس مهم بالنسبه لي برضو. كان ليج ما يبي يجيب البار. كاميلوس، ميلوس ما يبغى يجيب البار برضو. فميلوس مدين يطلع جنود بدون ما يكون واقف الجيش. ريلي نيجا، والله شيء جميل. مدين يطلع جنود بدون ما يكون واقف الجيش، شيء رائع. حلو، كبرنا وكبر الهم معانا اعزائي المشاهدين. صار العله ذا. شوف هنا اوكي، ردس عندهم جيشين وفرحانين قاعدين يطلعون جيش ثالث. اوكي هذه قامت. هبل فيهم، اقتلهم كل الحراس لين يجي اليوم الموعود واجلدهم. طيب بنعطيهم حماية ضد الجواسيس. اوكي نشوف كيف النظام. ردس الان ما بيستسلم الا يبقى. طيب تعال خش في حرب معايا مع ذا. بيمنت، عطني فلوس. سويت معاه سلام، هجد شوي مع انه كان ودي طير ذي ساموس، بس مو مشكلة. الهدف طبعا والسبب اني بركز على الفرس، ما دام الفرس كذا فجأة اعطونا سبرايز، لا الوضع مو بزين. فانا بشوف الفرس داخلين في حرب مع مين، مع كل خريطة يا سلام. فخل نركز عليهم شوي. هذه اخذناها، ما ادري والله، بنهجد الوضع شوي. الان حربي ضد ليون الليج، ليون الليج عنده سفينة واحدة بدمرها. ليون الليج خبري جاء هنا، ايوه هذا هو. فالهدف ان السفينة ذي طلع فيها جنود عشان ندعسه لين يوصل، يعني يكون مات هو ذا. اوكي نوبل ماستر جاني اشيفمنت، اتوقع يعني وصلت احد الحكم الى اخر شيء، فصار في شيء جميل من السعاده. هذا اخر تورن اعزائي المشاهدين، وبعد بننهي الحلقه اللي هي حلقه 21، قربت النهايه بشكل كبير. على الاقل نهايه التختيم، نهايه الهدف حق التختيم. الآن هدفنا طبعا يتركز في أننا نجلد ما تبقى من هذولا، نركز على فرس، نقلل الحروب مع الناس، نبني مملكتنا أقوى أقوى ونوقف صح. والأولوية مثل ما قلنا الهدف التختيم. فعندنا جيشين كبار كبير الله، عندنا خيالة، فارس قاعد حربنا في أراضي ما فيها عندنا، ما لنا فيها جنود. نبغى نوقف الغزو حقهم. طبعا بعد ما سوي سلام من رودس، رودس انسحب. الان قاعدين يحصلون بيزانتيون. سلام ما بين كولومبوس وفيبروس. وشوفين زي ما شايفين بدا الهجوم الفارسي على اول شيء بيزانتيون، عندهم جيوش في كل مكان فحاصر هذه. اوكي تذكرون في جيش هنا، هذا الجيش حيجي مقلع مدرعم بعد ما يكتمل التورن الجاي. اوكي طبعا عندنا اثنين خيال، هذه ما ادري ايش فائدة ام سالب 1800 دخل يا ساتر كده تمام. حيضطر يجلس ستورنين زيادة. طيب نبغى نجي عند هنا، عند هنا حلو. طبعا دخل اراضي رادوس، ما ادري اذا هم حاربوا رادوس الان ولا لا. طيب رادوس زعلان. اوكي خلي يدافع عن اراضيه. في ادميرال جاي هنا يبغى يقرب، بس الان الفليت هذا تون جاي بيصير فليت كبير جدا، وهذا مطلوب. جيوش هذا لا زالت تبنى، فهدفنا نواجه جيوشهم الخايسه ذي اللي اغلبها طبعا قويه والله شوي. الارمر حقها قوي شوي، السلولاء حقها ضعيف جدا، واحنا حلاوتنا عندنا سبيرز بالهبل. فهذا بيكون دورنا اننا ننزل عليهم هنا وندمر ام المدن هذه حقتهم عن طريق هذا الشاطي. هذه حتكون برضه مهمه الجيش ذا تور الجاي ان شاء الله. حننزل عليهم جيشين نجلدهم. الجيش اللي ورا هناك برضه حنوجه على البكتيريا، فحيصير ايش؟ ثلاث جيوش ثلاث اساطيل في الجهه ذيك تواجه الفرس. بالمره هذه هنا هدفنا ان
أننا ندمر الباتري. طبعا سمعتنا شوي زفت. أرجو زعلان لأني سويت سلام مع رادوس. ما عندي وقت صراحة أخش في حروب. فهدفنا برضه في الجهة دي أن ننتبه للموضوع. طبعا ميلوس لازه ستايل فبكنسل معاه الدفاعات صديقة وشي. ليش كنسل تريتي؟ ما شلت ميثاق عدم اعتداء، ما شلته، لكن شلت الهدف طبعا اننا وشو اننا ناخذ الاثنة، نطير اثنة، نسيطر على المنطقة هذه بالكامل وتكون طردة للجنرال الخايس حقهم ذا. برضو نبني الاسطول هذا كذا، ممتاز. طبعا لو تشوفون جيش حقهم جاي نازل من هنا. نشوف هذا الجاسوس، جاسوس ذا ما اي فايدة، خليه يجي. الجيش هذا حنبنيه ان شاء الله، بس بنضبط الدخل، بنتأكد انه الدخل والمناطق كلها مبسوطة مستانسة. يبغلنا كم تور لين ترتفع السعادة. هنا برضو الوضع في السمبتيك، نقرب يطز ذيك ما تم المدينة. اوكي ذاتس. فمهم ان نضرب ميلوس، نذبح ميلوس. مطلوبة برضو اني اخذ منطقة ارقس، وبناخذ اثنا، بناخذ ميلوس، بعدها نخرب امها.